لتحقيق مستوى أفضل يفعل القدرات العسكرية. لذا جاء الاعتماد على رؤية واضحة المعالم بهدف بلوغ أقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي. فالجيش الوطني الشعبي يقوم مع نهاية كل سنة تدريبية مجموعة مناورات وتمارين تدريبية تدخل في صميم التحضير القتالي للقوات. تنفيذ أعمال قتالية بهذا المستوى العالي يؤهل الوحدات والأفراد للقيام بالأعمال المنوطة بهم على قدر كبير من الكفاءة العملياتية والالتزام. في هذا الإطار وتحت إشراف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نفذ لواء الصواريخ أرجو التابع لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم وفوج الصواريخ أرجو التابع لقيادة القوات البرية بالميدان المركزي للجو بحسبحبح تمرين رميات حقيقية على أهداف مكيفة، وقد حمل التمرين رمز سهم 2011. نتابع الآن رمايات بالصواريخ أرجو على الأهداف المسقطة، وهي الرمايات التي نفذت بنجاح. تتويجاً لسنة التحضير القتالي، نفذ اللواء المدرع الذي تشاهدون تمريناً تكتيكياً بالرماية الحقيقية بموضوع اللواء المدرع في الهجمة المضادة ضمن تشكيل المجموعة التكتيكية، مدعم بسرية مدفعية إشباع وعدد من وحدات الدعم والإسناد. التمرين هذا جرى بالميدان المركزي للجو بحسبحبح تحت إشراف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. اختيار مسرح العمليات لأجل تنفيذ البرامج التدريبية يتم وفق نظرة وتوجه يتسمان بالواقعية. أفراد اللواء المدرع كل في مستوى مسؤوليته والمهمة المكلف بإنجازها يقومون بأعمال قتالية شتى. مثل هذه الأعمال القتالية تهدف إلى التدريب المشترك للوحدات حتى تصل مستوى التدريب العملياتي الذي تشترك فيه التشكيلات الكبرى في القوات المسلحة. نلاحظ الآن مركز الكشف المتحرك لمنطقة الدفاع الجوي عن الإقليم يلتقط هدفاً جوياً معادياً ويندر عنها، وفي نفس الوقت تقوم حظيرة المدفعية المضادة للطيران باعتراض وتدمير الهدف الجوي المكتشف. تتواصل الأعمال القتالية للتشكيلات المشاركة في التمرين لتنفيذ الهجمة المضادة، وهي بذلك تصل مرحلة جد متقدمة من التمرين. يواصل العدو المفترض الرمايات بالمدفعية لمواجهة تقدم اللواء المدرع الذي يقوم بفتح تشكيله القتالي. رماة الدبابات يكشفون ويدمرون الأهداف بدقة عالية وبضربات مكثفة، وهو ما يعكس القوة الضاربة لهذا السلاح باتجاه العدو المفترض المتوغل والمتوقف والذي يحاول من جهته الرد بضربات عشوائية. كتائب اللواء المدرع تنفذ مهمتها المباشرة وتستعد لمواصلة وتطوير الهجوم في اتجاه العدو. يرفع قائد اللواء التقرير القتالي لقائد مجموعة القوات عن استرجاع الوضع إلى ما كان عليه سابقا. هذا المستوى من التمكن في الأداء الذي عكسه نجاح هذه التمارين تحقق بفضل المجهودات الكبيرة المبذولة طوال سنة من التحضير القتالي المتواصل الذي جاء طبقا للتوجيهة السنوية لتحضير القوات الصادرة عن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي ما فتئ يؤكد على تحسين مستوى الأداءات العملياتية سواء تعلق الأمر بالوسائل أم بطرق العمل، مع مراعاة المعطيات الإقليمية والجهوية، التزامات الجزائر وكذا التطورات التي يعرفها مجال الدفاع، وهو ما يفرض على قواتنا المسلحة التعزيز المستمر والدائم لقدراتنا العملياتية لبلوغ أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدائم.